داخله المنتج الاستاذ شادي مقار. وربما استاذ شادي برحب بيك طبعا مساء الخير، وربما يحب ان هو يشاركنا الحوار الجميل ده مع ضيفي الاستاذ محمد صبحي. اتفضل استاذ شادي، مساء الخير. مساء الخير استاذ معتز، مساء الخير النجم العملاق الاستاذ محمد صبحي. اهلا استاذ شادي، اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. والله انا كلام حضرتك يعني انا بشوف فيه بعد مهم جدا، وهي فكره ازاي الميديا انها تنقل رساله ايجابيه للناس، ودي حاجه مهمه جدا. وفكره مريم، احنا بقالنا يومين تقريبا بندرس فكره ان احنا نعمل موضوع يكون ليه علاقه بالمجتمع، فكره تحفيزيه للناس انها تحاول تنقلهم من فكره الامل وفكره العمل وفكره بس هو ده الواحد يقدر. قيمه العمل والله ما ينقصنا يا استاذ شادي، قيمه العمل. انا فعلا حضرتك اصبت، هو احنا مشكلتنا الاساسيه انا شايفها ان احنا لازم نتنقل من فكره ان العمل احنا نقدر نخترق المستحيل، نقدر نوصل لافاق جديده، زي ما بره صدقوا في السينما الامريكيه خلوا ناس كده جدا تصدق انه يقدروا يطمحوا ويطمعوا ان هم يبقى عندهم بعد تاني، انه يقدروا يوصلوا بانه فكره انه لا مفيش مستحيل، فكره انه العمل هنا بيقدر يوصل للناس انه ان العمل ده هو اللي بيخلينا نطلع دايما لقدام كلنا ويشيل المشاكل اللي عندنا، وفكره الاحباط اللي انا شايف الدراما هي اللي بتعالج المنطقه دي. لو الدراما دي طلعت من الناس فكره حقيقيه، بس تتاخد من منحى او تتاخد من زاويه مختلف، يبقى ليها يعني الناس تبقى عايزه تشوف ده من زاويه جديده، انا شايف ان دي هيكون لها قبول جدا. بس استاذ شادي تقبل تعمل حاجه عن مريم او عن يعني سيناريوهات شبيهه حتى لو لم تحقق الجدوى الاقتصاديه اللي بيبحث عنها اي منتج؟ ده هو مش هيعمله الا لما يعمله دراسه اقتصاديه. دراسه بالظبط بالظبط. هو مفيش حاجه متحقق. انا اسف، اتفضل استاذ. انا اسف. لا اتفضل استاذ. لا انا قصدي ان اي عمل فني فيه ابداع المصاريف هي المعدات، التكنيشن، البلاتوهات، اماكن التصوير، الموسيقى، كله هيدفع فيه هو. هو الاختيار، عبقريه الاختيار، عبقريه انك تختار عمل يحقق المتعه بس ايضا يبقى فيه رساله زي ما قال الاستاذ شادي. فيها طاقه ايجابيه الناس تقول انا نفسي نبقى كده. حضرتك مظبوط جدا، وانا شايف ان اي قصه بتلمس الناس فهي عمل حقيقي ويقدر يقدم ويلمس الناس، لان الدراما لازم يكون فيها بعد حقيقي. يعني لازم بتكلم مجتمع وبتبقى من المجتمع، ودي قصه حقيقيه جدا لو اتخذت من زاويه يعني زاويه تخلي الحته دي باينه عند الناس، فكره النجاح، انا عايز انجح، اللي عنده احباط، اللي شايف انه دايما حظه وحش، اللي شايف اللي يقدر يصدق ان في حد بينجح من ظروف صعبه، اعتقد ده هيلمس ناس كتيره جدا، ناس كتير قوي محتاجين امل، ناس كتيره جدا محتاجين يشوفوا حاجه بتنجح على الارض بالعمل وبفكره الاجتهاد وفكره انه يصدق انه يقدر يعمل المستحيل، يقدر يوصل لحاجه. تمام. فانا شايف ان ده عمل درامي جيد جدا واحنا بندرسه فعلا، وطبعا انا بحيي الاستاذ محمد صبحي او النجم محمد صبحي لانه فعلا حط ايده على فكره احنا بقالنا يومين شغالين عليها، وكنا قبل كده بندرس حاجه مشابهه ولقينا الفكره دي اوقع، عشان كده ابتدينا يعني ندرس ده. وطبعا مش هقدر اقول ان انا هعمل ده الا بعد الدراسه. والتحيه واجبه بقى استاذ شادي لو عايز الجد للصحفي الشاطر اللي جاب القصه دي واكتشفها. واظهرها للاعلام وبالتالي للراي العام في مصر، الاستاذ سامي عبد الراضي وفريق الاعداد بتاع برنامج 90 دقيقه. طبعا يعني طبعا شهادتي فيهم يعني مجروحه. ده لازم يتقال. بس يعني الموضوع قلب الدنيا بسبب ان الناس دي بتدور كل يوم. انا اسف، الناس اللي زي دول بيروحوا يدوروا على اي شيء، يا في سنج يا في حاجات مصيبه. النوم. انا بتبسط لما بيبقى في، ما هو يا استاذ معتز عشان الخلاف اللي كان بيني وبينك
ان تعالى قول لي ما يصحش نعمل اعمال تلتزم بالقيم، بلاش نعمل اعمال فيها قيمه تنل. طيب قلت لي السنج. طيب استاذ شادي حضرتك بس ناخد خبر منك، انت حاليا بتدرس انك تعمل قصه الطالبه المتفوقه مريم يعني تحولها لعمل درامي صح؟ افتكر هو قال لنا كده. اه يعني